هنتكلم النهاردة عن الجريدينت. وايه هو الجريدينت؟ الجريدينت هو الاسلوب بالظبط، بس الفكرة ان انا بجيب الاسلوب لللاين، لكن بجيب الجريدينت للهاير دايمنشنال فانكشن. يعني لو عندي equation بتتكون من one variable f of x، لما باجي اجيب الريت اوف تشينج او معدل التغير للفانكشن دي بسمي الاوتبوت ده سلوب. لكن لو انا عندي فانكشن f x بتساوي sin x، function مش linear او function فيها اكتر من variable، الاوتبوت وعايز اجيب rate of change للfunction دي، الاوتبوت بتاعي بسميه gradient. هو نفس المعنى، ولكن غيرت الاسم بس، لان gradient more generalized concept للrate of change. تمام. طبعا الgradient ممكن احسبه للfunctions، ممكن احسبه للimages، والفانكشن دي ممكن طبعا ارسمها. يبقى انا بجيب الجريدينت الكيرف او بجيب الجريدينت لايمج. طيب لما بنيجي نجيب السلوب للاين، بنيجي نجيب السلوب للاين، اولا لو فرضنا ان ده لاين، واي لاين بقدر اعمل له ريبريزنتيشن بلاين ايكويشن، بحيث ان الايكويشن دي بتبقى لينير وبتكون مكونه من وان فاريبل. وممكن اريبريزنت الايكويشن دي بان هي اف اكس بتساوي ام اكس بلس بي. قلنا طبعا السلوب بيساوي الام. تمام. طيب والسلوب في الحاله دي بيميجر الريت اوف تشينج بتوين تو بوينتس، بجيب معدل التغير بتوين تو بوينتس. لو كان عندي نقطه هنا 0 0 والنقطه دي كانت مثلا 3 و4، عايزه اجيب السلوب ما بتوين التو بوينتس دول، بيبقى ايه؟ بيبقى عباره عن الواي 2 ماينس واي 1 على الاكس 2 ماينس اكس 1، يبقى 3 ناقص 0 على 4 ناقص 0، سوري 4 ناقص 0 على 3 ناقص 0، ده اللي هو الواي في البسط والاكس في المقام. فالسلوب بيقيس لي الريت اوف تشينج، معدل التغير، انا كنت عند نقطه ايه وبقيت عند نقطه ايه، اتغيرت بمقدار قد ايه. طيب وبرده السلوب خدنا ان السلوب ممكن اقيسه باكتر من طريقه، فالسلوب في الاخر بيمجر الستيبنس اوف لاين. ممكن اجيب السلوب من خلال الانجل اللي هي السيتا، وعرفنا طبعا ان السيتا دي لو كانت كبيره او صغيره بتانديكيت السلوب بتاعي هو اللاين بتاعي هو ستيب ولا لا. وطبعا السلوب بيكون كونستنت لاي تو بوينتس موجودين على اللاين. لو جبت السلوب بتوين البوينت دي والبوينت دي، هيبقى هو ورق الريزلت لو كان السلوب جبته بتوين النقطه دي والنقطه دي. تمام. طيب لو عايز اجيب السلوب لكيرف، اولا السلوب لكيرف معناه ان انا بجيب الجريدينت الكيرف، السلوب هو الجريدينت، بس اول ما نبدا ندخل في الكيرف بنبدا نقول ان السلوب ده اسمه جريدينت. طيب جنرالي اي كيرف بتكون الايكويشن بتاعته مش لينير، ده معناه ان هي ممكن تبقى كومبلكس او ان هي فيها اكتر من فاريبل. عندي مثلا ال f of x يساوي sin x، دي معناها كيرف في sin function، بحيث ان في كيرف فوق ال x وبعد كده في كيرف تاني تحت ال x axis. طيب f of x بيساوي x square plus y square، دي function فيها two variables ال x وال y، مش مجرد one variable. دي برضو f of x بيساوي x square، دي دالة تربيعية اللي هي طبعا عبارة عن كيرف حوالين الايه، حوالين الزيرو، دالة تربيعية حوالين نقطة الصفر الموجودة في الاكس اكس والواي اكسس. طيب علشان اجيب اللاين او عشان اجيب السلوب لكيرف، هل اقدر اعامل الكيرف على ان هو لاين؟ يعني ينفع اجيب له الفرق بين نقطة السينات ونقطة الصادات في الوسطين موجودين؟ عشان نجاوب حاجة زي كده ونشوف الطريقة بتاعتها، لازم طبعا نسأل نفسنا سؤال، هل الأرض فلات ولا راوند؟ يعني هل الأرض مسطحة ولا مدورة؟ الطبيعي المعلومة العلمية الأكيدة أن الأرض مدورة، ولكن لو أنت واقف على الأرض اللي هي مدورة، وكان في حد تاني واقف بعيد عنك ب 2 متر أو 3 متر، هتلاقي ان انت شايفه كأنه هو في نفس مستواك بالظبط. ده معناه ان جنرالي الكيرف هو كيرف، ولكن لو خدت نقطة على الكيرف ده
وبصيت بعمق على الكيرف خدت نقطة عليه كأن انت واخد لاين بالظبط، هتلاقي ان الكيرف بتوين تو بوينتس جنب بعض يعتبر ايه؟ يعتبر لاين. الارض لو في تو بيرسونز موجودين في مسافة قريبة من بعض هتلاقي ان التو بيرسونز دول شايفين بعض على ان هما عادي بنفس المستوى، الاتنين واقفين على لاين واحد. لو خدنا اي كيرف وعملناه بنفس الطريقة بحيث ان انا عايز اجيب السلوب بتاع كيرف اروح واخده نقطة على الكيرف واعمل تانجنت اعمل مماس واجيب السلوب بتاع التانجنت ده بيبقى هو ده الايه السلوب بتاع الكيرف او الجريدينت بتاع الكيرف. بس خلينا طبعا نتفق ان السلوب بتاع الكيرف هيتغير من نقطة للتانية، يعني لو جبت النقطة دي طبعا كانت موجودة في المكان ده، لو جيت خدت نقطة في مكان تاني التانجنت ليها هيبقى مختلف، مش هيبقى هو نفس التيبيكال بتاع اللي هي التانجنت بتاع النقطة التانية. فجنرالي السلوب اوف كيرف از نوت كونستانت فور افري بوينت اون ات، السلوب بتاع الكيرف مش ثابت على مدار كل النقط اللي موجودة حواليه. وعلشان اجيب الكيرف عشان اجيب السلوب لكيرف لازم ايه ابيك سبيسيفيك بوينت، لازم اقول انا بجيب السلوب عند انهي نقطه بالظبط، ما ينفعش اجيب السلوب عند السلوب مش ثابت على كل البوينتس الموجوده في الكيرف، لان طبعا ايه التشينج بيختلف. طبعا دي سيركل ممكن بعد كده يقابلني كيرف اللي هو بتاع الداله التربيعيه، هيبقى لو مسكت نقطه هتلاقي ان التانجنت عامل كده، لكن لو مسكت نقطه هتلاقي التانجنت ايه موجود في دايركشن مختلف. فعشان اجيب السلوب اوف كيرف بضرب تانجنت لاين، والسلوب اوف التانجنت لاين بيكون هو السلوب اوف الكيرف ات سبيسيفيك بوينت. اوكي ده هاو تو جيت السلوب اوف ا كيرف. طب لو خدنا المثال ده to get the slope of a curve at a specific point we draw the tangent line at this point. طيب لو هو هنا قال لي what is the line what is this line's slope at 50 second، لو انا عندي curve وال x axis كان بي represent ال time وبيقول لي هات لي السلوب عند ال time 15 سنة اجيب ازاي؟ طبعا اتفقنا ان ال curve ممكن مجازا اعتبره line بس لو انا واقفه عند نقطه معينه، ما ينفعش اقول احنا كنا بنجيب السلوب اللاين بيساوي مثلا 2، مهما رحت عند اي مكان على اللاين السلوب برضو ب 2. السلوب بتاع الكيرف مش ثابت ومش هعرف اجيبه، مش هعرف اعتبر ال 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 السلوب بتاع الكيرف ان هو قيمه ثابته. علشان اجيب السلوب بتاع الكيرف ات انستنت تايم او ات سبيسيفيك بوينت على الكيرف ببدا ان انا اجيب التانجنت على اللاين، التانجنت لاين على عند النقطه دي. طيب انفذ نفس الطريقه دي بالظبط واجيب التانجنت لاين عند النقطه اللي هي 15 سكند اللي بجنب ال 15 سكند، وبعد كده ابدا السلوب احسب السلوب عند النقطه دي. تمام كالكوليت السلوب فور ذيس لاين باي تيكينج تو بوينتس اون ذا تانجنت لاين، باخد نقطتين على التانجنت لاين. طيب الكيرف ده اهو نفس الكيرف عند النقطه 15، عايزه اجيب السلوب دلوقتي. انا بسطت المساله من ان هي سلوب اوف كيرف لان هي سلوب اوف لاين ات سبيسيفيك بوينت، السلوب اوف تانجنت لاين ات سبيسيفيك بوينت. طيب السلوب اوف التانجنت لاين ات سبيسيفيك بوينت بجيبه ازاي؟ طبعا احنا خدنا كذا طريقه، ممكن اجيب السلوب من ان هو بيساوي رايز اوف ران او فرق سطح على فرق السينات او السيتا او اي او كذا طريقه، بس خليني مثلا اجيبها من الابسط طريقه اللي هي السلوب بيساوي الرايز اوفر ران. انا عندي نقطه وعندي لاين وهاخد نقطتين حوالين، هاخد نقطتين على التانجنت لاين بعاد عن بعض دي ودي، عايزه اجيب السلوب بتوين التو بوينتس دول. هعمل ايه؟ هعمل الرايز اوفر ران. الرايز اللي هو انا من النقطه دي هعمل رايز قد ايه، اطلع او انزل قد ايه عشان اوصل تبع النقطه دي. فانا هنزل كده وبعد كده همشي كده كده عشان اوصل للنقطة دي والنقطة دي، مش همشي على اللاين، همشي بطريق تاني. ايه هو الطريق التاني؟ ان انا امشي كده كده، والسلوب بيساوي المسافة اللي انا مشيتها دي على المسافة اللي انا مشيتها هنا. فالمسافة دي كام؟ اهي النقطة دي صفر والنقطة دي سالب 9. هطرح الاتنين دول من بعض، صفر ناقص ناقص 9، علشان انا طالعة من فوق من نازلة تحت كده، صفر ناقص ناقص 9 يديني 9.
طيب مشيت في الاتجاه ده قد ايه؟ الاتجاه ده بماب الرن اللي هو 21 ناقص النقطة دي، النقطة دي ناقص النقطة دي، النقطة دي ناقص النقطة دي في الاكس اكسس اللي هي 21 ناقص 5، 21 ناقص 5 اللي هي كام؟ 16. يبقى عن 9 على 5، 9 متر على 5 ثانية. ده السلوب. اوكي، ف to get the slope of curve I must pick a specific point at the curve، لان السلوب بيتغير من نقطة لنقطة على الكيرف. وبعد كده بضرب التانجنت لاين عند النقطة دي، وبعد كده بجيب السلوب of this tangent line. السلوب of tangent line هو السلوب of curve at this point. طيب في بعض الأحيان بيبقى اللي قدامي function مش قدامي كيرف. How to get the gradient of a function؟ بفرض مثلا ان انا عندي الفانكشن اف اكس بتساوي اكس سكوير بلس واي سكوير. دي فانكشن فيها تو فاريبلز، وانا عايز اجيب الجريدينت للفانكشن دي. خلينا نتفق ان الجريدينت معناه الريت اوف تشينج، او الاماكن اللي بتدي الماكسيمم فاليو للفانكشن، او الاماكن اللي بتدي مينيمم فانكشن مينيمم فاليو للفانكشن. يعني لو انا عندي كيرف والكيرف ده مثلا دالة تربيعية، والدالة التربيعية دي بص لفوق، فأكيد طبعا المينيمم فاليو هي اللي تحت. فإيه هي الإكس والواي فاليو اللي بتديني أقل قيمة في الدالة اللي قدامي؟ لو فرضنا إن الفانكشن اللي قدامي كانت دالة تربيعية، هي دي، ده معنى السؤال، ده معنى الجريدينت. الجريدينت هو الإكس فاليو والواي فاليو اللي بتديني ماكسيموم فاليو للفانكشن او مينيمم فاليو للفانكشن. طبعا لو كانت الداله التربيعيه باصه لايه؟ باصه لتحت، هيبقى النقطه اللي في النص فيها هي الماكسيمم فاليو. تمام، فالنقطه اللي في النص دي هي الماكسيمم فاليو او المينيمم فاليو، بريفير ليها بان هي ايه؟ الجريدينت. يبقى الجريدينت هو النقطه او الفاليو بتاع الاكس والواي اللي بتديني ماكسيمم فاليو للفانكشن. اوكي، في كونسبت ثاني احنا كنا خدناه قبل كده وهو الديريفاتيف. والديريفاتيف كان معناه ان انا لو كنت جبت، لو جبت للفانكشن الديريفاتيف، ده معناه ان انا بجيب البوينتس بتاع الاكس والواي اللي بتديني ايه؟ ماكسيمم او مينيمم فاليو في الفانكشن. فعلشان اجيب الجريدينت الفانكشن بجيب الديريفاتيف. تاني، علشان اجيب الجريدينت الفانكشن بجيب الديريفاتيف، لان هما الاثنين نفس المعنى. الديريفاتيف في الفانكشن هو الجريدينت في الفانكشن. طيب جنرالي انا بجيب الديريفاتيف عادي، لو الفانكشن بتاعتي اسمها مثلا اف اكس بتساوي اكس سكوير، فبجيب الديريفاتيف بيبقى اسمها 2 اكس. طيب ماذا لو انا الفانكشن بتاعتي فيها كذا فاريبل؟ بجيب البارشال ديريفاتيف، يعني بجيب الديريفاتيف ويز ريسبكت تو افري فاريبل على حده، يعني كل فاريبل على حده. فبقى عندي دي اف على دي اكس، بجيب البارشال ديريفاتيف اوف الفانكشن ويز ريسبكت تو الاكس بيبقى اسمه 2 اكس، والبارشال ديريفاتيف اوف الفانكشن with respect to y بيساوي 2 y. تمام، بيبقى ايه هو الجريدينت؟ الجريدينت ده عباره عن فيكتور فيه كل البارشال ديريفاتيف اوف الفانكشن. بقى عندي الجريدينت اوف f بيساوي 2 x و ال 2 y، وطبعا ال 2 x هي الجي اكس، وال 2 y هي الجي واي، او التغير في اتجاه الاكس، اللي تشينج في اتجاه الاكس، وده التغير في اتجاه الواي. تمام، يبقى نتفق الاول ان الفانكشن هي ايه؟ الكيرف، يعني الكيرف بيبقى له معادله. ممكن اللي يبقى جاي لي يبقى جاي لي كيرف، وممكن يبقى جاي لي فانكشن. عرفنا ازاي بنجيب السلوب لكيرف، وطبعا لو الكيرف مرسوم قدامي بجيب السلوب ات سبيسيفيك بوينت. طيب مثلا لو انا عندي فانكشن مش عندي الكيرف بتاعها، ومش مطلوب ان انا اجيب الكيرف بتاع الفانكشن، في الحاله دي بجيب الديريفاتيف بتاع الفانكشن، والديريفاتيف بيكون هو الجريدينت. حالة تانية ان الفانكشن بتاعتي ممكن تبقى جاية فيها كذا فاريبل، x سكوير بلس y سكوير، في الحالة دي بجيب البارشال ديريفاتيف، والجريدينت بيبقى هو 2x بلس، بيبقى فيكتور بيشيل كل الايه؟ البارشال ديريفاتيف. تمام، طيب وطبعا اتفقنا ان احنا بنجيب الديريفاتيف ليه؟ لان الديريفاتيف نفس ليه نفس المعنى بتاع الجريدينت، بتجيب الـ النقطة اللي على الكيرف اللي ليها ماكسيمم تشينج او مينيمم تشينج بالفانكشن. طيب خلينا ناخد مثال. مثلا وهنا بيقول لي لو سمحت احسب لي الجريدينت اوف الفانكشن ات اكس ايكوال اوف اكس بيساوي اكس سكوير
ماينس 1، بجيب الجريدينت عند نقطة معينة. تمام. طيب الطريقة الأولانية اللي أنا لسه قايلاها وهقولها بس بالتفصيل، إن أنا بجيب الدريفيتيف بتاع اف اكس اللي هي بتساوي اف داش اوف اكس بتساوي 2 اكس. تمام. تاني حاجة بجيب قيمة الفانكشن، قيمة الدريفيتيف فانكشن ات اكس اللي هي اف داش اوف اكس بلس ايكوال 1 هتساوي طبعا 2 في ايه؟ 2 في 1. الاكس دي هشيلها واحط بدلها 1 لان دي عايز اجيب الجريدنت عند النقطة دي. طيب جه بعد كده الاف داش اوف اكس بيساوي 2، يبقى الجريدنت اوف الجريدنت اوف اوف اكس بيساوي ايه؟ بيساوي 2. الجريدنت بيساوي 2. لو كانت الفانكشن دي جايالي مرسومه، لو كانت الفانكشن جايالي مرسومه ببدا ادرو تانجنت لاين ات البوينت اكس بتساوي 1. تمام. في الحاله دي طبعا انا عندي كيرف مرسوم، الكيرف مرسوم على الاحداث السين والاحداث اللي هي الواي والاكس. عند الاكس بيساوي 1، الاكس دي ممكن تساوي 1، بختار النقطه اللي فيها الواي بزيرو عشان انا ببقى عايزه انترست بالاكس بيساوي 1، يبقى النقطه عندي اسمها 1 و0. بجيب السلوب عند النقطه دي، بجيب السلوب للتنجنت لاين اللي واقف عند النقطه دي، وبعد كده السلوب بيكون هو الـ نفس القيمه اللي طلعت في المثل الاولاني. تمام. دي فكره الجريدينت وايه علاقه الجريدينت بالسلوب، والجريدينت ممكن يتجاب لفانكشن وممكن يتجاب لكيرف وطبعا ممكن يتجاب لايمج. ولو عايز اجيب الجريدينت لو عايز اجيب الجريدينت اللاين بيبقى اسمه سلوب، لو عايز اجيب الجريدينت الكيرف بيبقى اسمه جريدينت. الجريدينت از مور جنرالايزد ديفينيشن اوف السلوب، بيجي ل هاير دايمنشنال functions. ممكن اجيب السلوب لكيرف و ايمج. عشان اجيب السلوب لكيرف لازم ابيك سبيسيفيك بوينت ات الكيرف، لان التشينج بيتغير من نقطه لنقطه، فانا عايز اجيب السلوب ات سبيسيفيك بوينت. دي طريقه. فطبعا بدرو التانجنت لاين عند النقطه دي وببدا احسب السلوب. في حالة لو الفانكشن جايالي مش مرسومة، جايالي على هيئة equation، طبعا الفانكشن دي وارد انها تكون فيها variable واحد، ممكن تكون فيها كذا variable. لو هي فيها variable واحد بجيب الدريفاتيف، مش البارشل دريفاتيف، بجيب الدريفاتيف وبعد كده ببدأ اعوض بالبوينت اللي هو عايزها احطها في الدريفاتيف، والناتج بيكون هو الجريدينت، الجريدينت في الفانكشن at this point. طيب في بعض الاحيان بتبقى الفانكشن بتاعتي جاي على هيئه ايكويشن برضه عادي بس فيها كذا فاريبل، بيبقى الجريدنت بتجاب ازاي؟ الجريدنت بتجاب من ان بجيب البارشال ديريفاتيف بتاع كل ايه، ويبقى الجريدنت بيساوي 2 اكس و2 واي او بيساوي فيكتور في كل البارشال ديريفاتيف اوف الفانكشن. طبعا لو هو عايز الجريدنت ات سبيسيفيك بوينت ببدا اعوض في البارشال ديريفاتيف. دي طبعا بعض الريفرنسز اللي هي مفيدة في فهم الجريدينت.